عودنا أنه الاتحاد العام التونسي للشغل مع مبدأ المساواة التامة والفعلية وتعزيز القدرات النسائية داخل المنظمة، وبالتالي توعيتها بأهم قضاياها، ومن أهم القضايا الفعلية هي قضية المساواة. في بلادنا عنا مبادرات، خاصة المبادرات التشريعية، وعنا مصادقة على قوانين اللي هي كفيلة بحماية المرأة، لكن الواقع مع الأسف فما هو عميقة بما نشرع له وما تعيشه المرأة في الواقع. لازمنا ناخذ شوية نسبية، معناها مسألة المكتسبات اللي هي موجودة ولا أنكرها، موجودة في الدستور، موجودة في القوانين، موجودة من خلال المعاهدات اللي صدقنا عليها كجمهورية تونسية، لكن هذا ما يخليناش نحلو عينينا على النقائص اللي ما زالت موجودة على مستوى القانون في مجال في الأحوال الشخصية، في ما يتعلق بالجبالية، في ما يتعلق بالحيطة الاجتماعية للمرأة، الأمثلة متعددة. لهنا نقاو حتى أحكام قانونية تمييزية، دونك حتى المساواة وعدم التمييز معناها فيهم خرق على مستوى التشريع. ولكن والأهم الهوى والفجوة بين المكاسب القانونية والممارسات في الواقع ومعاناة النساء اللي هي كبيرة ياسر في الواقع. موضوع بالنسبة للمرأة هو من أهم المواضيع اللي قاعدة تتعرض له في حياتها اليومية، والأهم المواضيع اللي نلقاها في علاقة بمواقع العمل تتعرض له. العنف الاقتصادي موجود، في حماية الأمومة معناها القوانين لم تفعل بعد والمشكل موجود، العنف في موقع العمل هو موجود. احنا في حاجة باش نكونوا عنا النصوص القانونية، نكونوا متمكنين منها باش نجموا نأديوا مهامنا النقابية. يدخل في صلب العمل النقابي اليوم كما شفتوا، تناولنا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي من دور النقابة انها تدافع عليهم وانها تبلورهم وتطورهم بالاقتراح، بالتصدي للتعسف في الحقوق والحريات. اليوم ما نجموش نحكيو على المساواة وعدم التمييز والحقوق إلا ما نعرفوا شنو اللي عنا وشنو المكاسب اللي بالحق تعتبر مكاسب، وشنو هي المكاسب السورية، وشنو هي الثغرات والنقائص. هذاك الدور التثقيفي والتحسيسي، احنا عنا أكاديمية كل سنة للنهوض بوعي المرأة، الأكاديمية اللي تابع قسم التكوين والتثقيف العمالي، عنا دورة تكوينية داخل الأكاديمية اللي هي دورة تعتبر تتناول مواضيع معمقة وفيها تكوين للمرأة في مستوى الاقتصادي، في مستوى التشريعي والقانوني، في عديد من المواضيع اللي احنا في حياتنا الميدانية والعملية نستحقها برشا، وكانت عندها أثر كبير في الارتفاع بدرجة وعي المرأة. وهو التكوين هذا مش متجه للمرأة بحسب، متجه للنقابي أو النقابية، وساهم برشا في أنه يعمق وعي النقابية كما يعمق وعي النقابي. دونك دور أساسي، والمنظمة هذه راهي مدرسة وتاريخها يشهد أننا نتكون في المدرسة مهما كانت اختصاصاتنا وشهائدنا العلمية. يبقى التكوين هذا عنده خصوصيته، ويبقى التكوين ميداني نحتاجه. الجانب المعرفي هذه في أدائنا النقابي احنا يعني هام جدا، واحنا في حاجة ليه، وذاك علاش يعني حتى كنت تتلقى مرة واثنين وثلاثة حلقات هي ما يكفيش، خاطر القانون قاعد يتطور، المشاكل قاعدة تتطور، ويعني قاعدين باش انت تكون مواكب، يعني في حاجة دائما للتكوين. انك تكون نقابية وفي مشاكل كيما المشاكل هذه، في مشاكل تتعلق بالمرأة، خاطر انك تكون نقابية حاملة نفس يعني حاملة مشروع بالنسبة لك انت، انك تحب هل هو اللي موجودة بين القوانين وبين الممارسة، انت ماذا بيك في مواطن العمل باش تقوم بدورك باش تقلص منها، باش بالفعل المرأة تلقى حقها. كان ملقاتوش حقها في البيت وبالعقلية الذكورية، ملقاتوش في الفضاء العام بعقلية ذكورية،
انت تحاول انك بوجودك انت كنقابيه انت تحس روحك عندك زوج مهمات، الى جانب انك انت باش تدافع على حق يعني على حقوق مشتركه بين المراه والرجل، تلقى روحك خاصه بالنسبه للمراه فكما نسميهم التدابير الايجابيه يلزمك بالعكس توقف اكثر مع المراه في مشاكل كما هذه تنجم كما قلت تتعدى في الدار تتعدى في الفضاء العام، ما تتعداش في موقع العمل وقت تكون انت نقابيه موجوده ما تنجمش تعطيها.